حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحوثيون أقاموا جهازا خاصا بدفع رواتب أنصارهم بصورة منتظمة. ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال المزيد من الصحفيين. ومن أخبارنا المنوعة، زوجها يقضي عقوبة السجن، القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني للتسوق في بريطانيا. أهلا بكم. احتل خبر تمكن قوات الأمن من إحباط محاولة تهريب آثار الصفحات الرئيسية في المواقع الأخبارية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من إحباط عملية تهريب لقطع أثرية نادرة والتي باعتها ميليشيات الحوثي عبر سماسرة التهريب ويعنون موقع رأي اليمن. الميليشيات الحوثية تنتقم من اليمنيين وتضرب هويتهم الحضارية في الصميم. وينقل الموقع عن وكالة سبأ الرسمية تمكن رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش خارج مدينة مأرب من ضبط تماثيل نادرة مصنوعة من الذهب الحميري الخالص ومن الأحجار الكريمة تعود لملوك اليمن في العهدين السبأي والحميري، ومنقوش عليها بالخط السبأي القديم المسند. وقد ألقت الأجهزة الأمنية على 5 أشخاص القبض، كانوا يستقلون سيارة وبحوزتهم الآثار النادرة، وما يزال البحث جار عن 2 آخرين ضمن عصابة التهريب أحدهما من جنسية عربية. وصرح مصدر مسؤول في إدارة أمن مأرب أن الآثار السبائية التي تم ضبطها تم تهريبها من محافظة ذمار بهدف بيعها لتاجر من دولة عربية شقيقة عن طريق أحد المنافذ البرية. وأضاف المصدر الأمني أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات أنهم يقومون ببيع الآثار النادرة والسبائك الذهبية الأثرية لحساب الميليشيات الحوثية في محافظة ذمار التي تسيطر عليها إلى أشخاص من دول عربية وأجنبية وعبر وسطاء محليين وعرب، وقد تم تهريب وبيع الكثير من الآثار النادرة. ماذا بقي للديمقراطية من أمل في البلاد العربية؟ تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان غليون مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. سألني صديق فرنسي: هل بقي للديمقراطية أمل في البلاد العربية بعد المصير المأساوي الذي آلت إليه ثورات الربيع العربي؟ وإلى أي حد لا يزال ممكناً إقناع الشعوب العربية بأن الديمقراطية تشكل حلاً لمشكلاتها بعد الكارثة التي حلت بها؟ وهل لا تزال هناك إمكانية بالفعل للحديث عن الديمقراطية مع التفكك العميق الذي أصاب الهوية الوطنية وانبعاث الانقسامات الطائفية والأثنية وتفاقم التناقضات الاجتماعية والهجرة القسرية والبطالة والفقر؟ أجبت: بالعكس، ما حصل يشكل إدانة لأساليب الحكم والإدارة المافوية وليس لأساليب الحكم الديمقراطي أو للحلم بالحرية. أما الديمقراطية فهي ليست مطلوبة لحل المشكلات العديدة والمعقدة التي تواجه المجتمعات. الواقع أن الدولة أخفقت في بلداننا لأنها بدل أن ترفض الجماعات الأهلية والعصبيات الخاصة بإطار قانوني وسياسي فعال لحل تناقضات المصالح فيما بينها، حلت محلها أو لعبت دورها، فصارت الجماعة الأهلية الأقوى والأكثر تسلحاً وقدرة على استخدام العنف وتدمير الخصم. تحولت الدولة السياسية إلى عصبية أهلية، عصبية نخبة حاكمة أو طائفة أو أثنية، أو إلى أداة لخدمة عصبيات أهلية أخرى في مواجهة المجتمع ككل. عكس ما تشيعه أدبيات الثورة المضادة والردة الطائفية والأثنية، لم تحل حرب الإبادة الجسدية والمعنوية والحضارية أياً من المشكلات التي ألهمت الثورة وفجرت تمرد المجتمعات، لكنها فاقمتها وسوف تفاقمها أكثر، فقد دمرت هيكل الدولة التي كانت تتمترس خلفها وتحتمي بها. ولم يعد من الممكن إعادة بناء الدولة اليوم من دون تفكيك السلطة العصبوية التي حكمتها واستعادة الحد الأدنى من إرثها وتقاليدها ومؤسساتها ومنطق القانون والمواطنة والحريات الشخصية. ما سقط خلال المواجهة الدموية الماضية ليس نظام الديمقراطية ومثالها ومبدأها، وإنما حكم العصابة ونظام العصبية الأهلية التي استعمرت الدولة وقوضت مفهومها وقانونها وأجهزت عليها.
أوقفت ميليشيات الحوثي رواتب الموظفين منذ ما يفوق العامين واعتقلت كل من يتحدث عن راتبه واعتبرته عميلا لما تسميه العدوان، لكنها بالمقابل دفعت رواتب خفية لأنصارها ومن ينتمون إليها وأقامت لهم جهازا خاصا بهم لا يدخله إلا من ينحدر منها. وقد كشف الأمر مؤخرا حيث قالت الحكومة الحوثيون أنشأوا جهاز خدمة مدنية خاصا ويدفعون لأنصارهم رواتب بشكل سري. وطبقا لموقع صحوة نت فقد قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن ميليشيا الحوثي أنشأت جهاز خدمة مدنية موازيا لجهاز الحكومة وعبره يدفعون رواتب للموظفين الموالين والمنتمين لهم فقط بشكل سري. وأضاف الميليشيا تركت قرابة مليون موظف في المناطق التي يسيطرون عليها دون مرتبات، وهو ما فاقم من المعاناة الإنسانية لهؤلاء المواطنين. يفسر هذا سر الصمت الذي يتحلى به أنصار ميليشيات الحوثي حيث يحصلون على رواتبهم خفية فيما يجوع جيرانهم. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحة الرئيسية الحوثيون يعتقلون صحفيين اثنين في صنعاء. وقال رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن جماعة الحوثي اعتقلت محمد عيضة مصور قناة الحرة وحاصرت منزله بعد اقتحامه، والمصور التلفزيوني فؤاد الخضر بعد مداهمته منزله. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي اقتحمت كذلك مكتب شركة يمن ديجيتال ميديا المنتجة لقنوات بي بي سي والحرة ورؤسيا اليوم في صنعاء. يفيد الموقع الأسبوع الماضي اعتقلت جماعة الحوثي 20 صحفيا وإعلاميا من صنعاء قبل أن تفرج عنهم بساعات عقب تنظيمهم لفعالية ضد خطاب الكراهية. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أعلنت في مايو الماضي عن مقتل 26 صحفيا محليا خلال السنوات الأربع الماضية، فيما لا يزال منذ 3 سنوات ونصف 12 صحفيا مختطفين في سجون الحوثيين. العرب واللعبة الأمريكية الإيرانية، تحت هذا العنوان كتب ماجد عبد الهادي مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا في فقرات من المقال. كما لو أنه موعد خلاصهم، كان تاريخ 5 نوفمبر يبدو في نظر العرب القاعدين انتظارا لحرب تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران من أجل سواد عيونهم أو قل من أجل دولاراتهم المتدفقة بالمليارات على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ستتبدد الأحلام كالمعتاد عند لحظة الحقيقة، وسيصحو العالم في اليوم الموعود على واقع لا يبشر بقرب وقوع الحرب المنتظرة. لا أمريكا جربت والحال هذه إيصال الصراع إلى الانفجار، ولا إيران وجدت حرجا في لعق تهديداتها، بيد أنهما أقدمتا معا على ما يكفي لإبقاء جذوة التوتر على اشتعالها، وكل له حساباته. فالعقوبات بالنسبة لإدارة ترامب تحقق هدف استئناف الضغط الاقتصادي لإعاقة البرنامج النووي الإيراني الذي يقض مضاجع إسرائيل، وهي بالنسبة لنظام الولي الفقيه يمكن تحمل أعبائها طالما أنها لا تستهدف حتى الآن مشروعها الآخر الذي لا يقل خطراً، أي توسيع هيمنته السياسية والعسكرية على بعض بلدان جواره العربي تحت شعارات مذهبية ولا تخفى فيها الأحلام الإمبراطورية الفارسية. ماذا للعرب في هذه اللعبة إذن؟ سوى أن بلادهم باتت إحدى ساحاتها تتساءل وما من حاجة بك إلى جواب، وأنت ترى يوميا ما ينفي احتمال وقوعهم بسذاجة في خداع أنفسهم ليرجح احتمال قبولهم عن طيب خاطر بأن يكونوا مجرد أدوات في خدمة عدو لحساب عدو آخر. إنهم الآن أو بعضهم على الأقل يتجاوزون فكرة التطبيع ليقفزوا دفعة واحدة نحو التحالف مع إسرائيل بذريعة مواجهة إيران، وما من أحد فيهم يمكنه أن يفسر لك مثلا علاقة حروبهم المفترضة بانخراطهم المعلن في إنشاء خط للسكة الحديد يصل تل أبيب بعواصم الخليج. يقول الناشط الحقوقي أحمد مساوى إن مدينة دمت السياحية تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن احتل الحوثيون معالمها التاريخية وحولوها إلى ثكنات ومقرات عسكرية. وشهدت المدينة تراجعا كبيرا في نشاط القطاعين السياحي والتجاري بعد أن كانت مقصدا يوميا لآلاف الزوار الذين يفدون إليها من مختلف المحافظات طوال العام.
فهل تعود إليها الحياة بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي؟ ويقول موقع المشاهد نت: تقع مدينة دمت شمال عاصمة محافظة الضالع، وتقع إلى الجهة الجنوبية للعاصمة صنعاء بحوالي 140 كيلومتر، بينما تبعد حوالي 195 كيلومتر عن مدينة عدن، ويبلغ عدد سكانها حوالي 80,000 نسمة. ويمثل موقع مدينة دمت الاستراتيجي أهمية كبيرة، كونها ترتبط بشبكة الطرق تصلها بالأقاليم الأربعة، وتوجد فيها العديد من المعالم السياحية كالمنتجعات والفنادق وقلعة دمت التاريخية، إضافة إلى الحرضات البركانية الشهيرة. وتعد الحرضة الكبرى أو ما يطلق عليها حرضة الشولة أكبرها وأكثرها ارتفاعا، وهي هضبة بركانية مخروطية الشكل تتسع في القاعدة وتضيق في المنتصف تدريجيا باتجاه القمة، ولها مدخل واحد عبر سلم حديدي، وترتفع 100 متر عن سطح المدينة. ينقل موقع المصدر أونلاين مادة صحفية قالت إنها نشرت في صحيفة أسترالية تم الحديث فيها عن اتهامات لمرتزقة أستراليين قاموا بارتكاب جرائم حرب باليمن، تضمنتها شكوى رفعتها شركة محاماة فرنسية نهاية العام الماضي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتهم الشكوى الإمارات العربية المتحدة باستئجار المرتزقة الأستراليين. وجاءت الشكوى بعد تقارير عن مقتل أستراليين في الحرب اليمنية، وهو ما أثار انتباه مستشار بارز لدى وزير الخارجية الأسترالية السابق جولي بيشوب، فطرح المستشار أسئلة بشأن هذا الموضوع قبل 4 أشهر فقط. وقد ردت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية على طلب المعلومات عن القضية في يوليو الماضي، معربة عن اعتقادها باحتمال وجود تهمة غامضة كانت موجهة في فترة ماضية وتتحدث عن صلة أستراليين بالقوات المسلحة الإماراتية، إذ أشارت التقارير إلى جنرال أسترالي متقاعد شغل منصب قائد الحرس الرئاسي في الإمارات. وأشارت الصحيفة الأسترالية إلى أن الحكومة تقول إنها لم تتلقى أي مراسلة من المحكمة بشأن الشكوى المذكورة. وصرح متحدث باسم الخارجية الأسترالية بأن الحكومة تحذر وبقوة وبشكل مستمر المواطنين الأستراليين من السفر للقتال في الخارج. حذر حاكم البنك المركزي اليمني المبعد محمد بن همام من انهيار الدولة، وعاد إلى مدينة الشحر الصغيرة التي تبعد عن المكلا مسافة ساعة بالسيارة شرقا. وقد أجرى معه الصحفي كريستوف رويتر، والذي كان ضمن مجموعة صحفية زارت حضرموت منذ أسابيع، أجرى معه حوارا صغيرا عن تدهور العملة. وقال الكاتب في مقال ترجمه المصدر أونلاين: هنا يجلس الآن على أريكة حمراء في منزل عائلته بحال ليست فقيرة وليست باذخة. بصوته المبحوح عبر بصراحة عن عدم رغبته بالكلام، لكن زميله منصور راجح كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية قدمنا إليه، فوافق على القيام بأول مقابلة له منذ عامين. منذ عام 1990 عمل محللا ضمن مجلس إدارة البنك المركزي، ثم أصبح محافظ البنك في عام 2010، ومع بدء التحالف الخليجي في عام 2015 وبدء القصف على صنعاء وعدن بقي هو في صنعاء. يتذكر منصور: قام أحد أعضاء اللجان الثورية الحوثية بالقدوم إلى مكتب بن همام وأوضح أنهم يتحكمون بكل شيء من الآن وصاعدا، وقد رد عليهم أن بإمكانهم بالطبع الاستيلاء على البنك لكن ليس وهو موجود، ومن وقتها لم يتدخلوا في عمله قط. سافر بن همام للرياض وواشنطن وأجرى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووعده الجميع بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، لكن هذا الوعد لم يتحقق، فالسعودية لم تكن تريد الاستقرار بل النصر، وقد كان مضى على تصعيدها أسابيع قبل أكثر من عام. تقوم الرياض بالتجويع المتعمد، فمنذ يونيو حزيران 2016 بدأ الرئيس هادي بتحويل عائدات النفط من الحقول المسيطر عليها إلى حساب في بنك سعودي بدلاً من البنك المركزي. وفي يوليو تموز أصدر أوامر للبنك المركزي بقطع جميع الأرصدة من العملة الصعبة في الخارج. وفي 18 من سبتمبر أيلول قام أخيراً بعزل بن همام ونقل البنك إلى مدينة عدن المشتعلة، محتجاً بفكرة الحفاظ على استقلالية البنك. بعد عدة أيام أعلن أنه لم يعد بمقدورنا دفع مرتبات موظفي القطاع العام من الآن وصاعداً، كان نقل البنك بمثابة تفكيك له. ويقول بن همام: نحن نتأرجح في كارثة،
والتضخم سيتفاقم. وعدت السعودية بملياري دولار في بداية 2018، لكنها لم تقدم سوى 20 مليونا تقريبا، والباقي ما يزال في الأرصدة السعودية. الحكومة اليمنية تحضر لموازنة 2019 وسط خطر المجاعة الجماعية. عنوان لصحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله إن الحكومة بحثت إجراءات متعلقة بالموازنة العامة للدولة وتحسين وضع العملة اليمنية المتدهورة، وأقرت حزمة من القرارات بينما يهدد شبح المجاعة ملايين السكان. وأوردت وكالة سبأ رسمية للأنباء أن الحكومة أقرت تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة التي ستقوم بإعداد إطار الموازنة لعام 2019. وأقرت الحكومة أيضا العمل بقرار تحصيل الموارد الضريبية والجمركية الذي سيطبق على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة. وكانت الحكومة اليمنية قد فرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى عام 2005، وتبلغ قيمة الضرائب حاليا ما مجموعه 10% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما 5% ضرائب مبيعات. الأمم المتحدة التي تصنف أزمة اليمن بالأسوأ إنسانيا في العالم حذرت من أن المجاعة تهدد 14 مليون نسمة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب. صحيفة لوسوا البلجيكية وفي تقرير ترجم لقناة بلقيس ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يزيد من مساعداته الإنسانية لليمن، حيث خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 90 مليون يورو إضافية من المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن التي مزقتها الصراعات والمعاناة من أسوأ أزمة غذائية في العالم. الحزمة الجديدة تجعل إجمالي المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي لليمن إلى 118 مليون يورو في عام 2018، وسيتم توجيهها حصريا من خلال المنظمات الإنسانية. المفوض كريستوف ستيلياندز المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات أكد أنه سيستفيد حوالي 8 مليون شخص من هذه الحزمة الإضافية التي سيتم استخدامها لتغطية الاحتياجات في مجال التغذية والصحة والصرف الصحي والحماية. وأضاف أيضا أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة الإنسانية هو إيجاد حل سياسي يوقف العنف. إعلان بلفور، كيف سهلت بريطانيا العظمى التطهير العرقي لفلسطين؟ تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب عقبة أمام السلام جيرمي هاموند مقالا أعادت نشره صحيفة الغد بعد أن ترجمه علاء الدين أبو زينة. بعد 5 أسابيع فقط من إصدار إعلان بلفور يوم 9 من كانون الأول ديسمبر 1917، احتلت القوات البريطانية القدس بمساعدة العرب الذين صدقوا وعد بريطانيا بأن النتيجة ستكون استقلالهم من الحكم الأجنبي. تعززت هذه الثقة التي كانت في غير محلها بالحكومة البريطانية المنافقة يوم 7 من تشرين الثاني نوفمبر 1918، عندما أصدرت بريطانيا وفرنسا إعلاناً مشتركاً يعد مرة أخرى بالتحرير الكامل والقاطع للشعوب التي اضطهدها الأتراك لوقت طويل، وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من المبادرات والاختيار الحر للسكان الأصليين. كان ذلك وعداً آخر للعرب أيضاً، والذي لم تكن لدى صناع السياسة البريطانيين أي نية للوفاء به. وبعيداً عن مساعدة شعب فلسطين على تطوير مؤسسات للحكم الذاتي في أعقاب الحرب، تآمر البريطانيون مع الصهاينة وقوى الحلفاء الأخرى لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير من أجل الوفاء بوعد تسهيل المشروع الصهيوني لإعادة تشكيل فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية. ولتحقيق هذه الغاية سعت قوى الحلفاء بلا كلل إلى إضفاء الشرعية على احتلال بريطانيا العدواني لفلسطين من خلال منظمة عصبة الأمم المنشأة حديثاً آنذاك. نصت المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم على نظام الانتداب بهدف واضح هو مساعدة الشعوب التي تعيش في المناطق التي احتلها الحلفاء على إقامة مؤسسات للحكم الذاتي. وطلب الميثاق من الدول الأعضاء إعطاء اعتبار جوهري لإرادة السكان في اختيار سلطة الانتداب التي لم تكن سوى تسمية العصبة لقوة الاحتلال.
بطبيعة الحال لم تكن لدى قوى الحلفاء أي سلطة لتقسيم وتقاسم المناطق المحتلة وفقاً لأهوائها ومصالحها السياسية، وعندما تعلق الأمر بفلسطين انتهك الحلفاء ميثاقهم نفسه برفضهم أخذ إرادة الفلسطينيين بعين الاعتبار وبإقامة نظام احتلال لتحقيق هدف منعهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير. زوجها في السجن بتهمة اختلاس أموال وهي تتسوق في لندن. وقد أعلنت شبكة البي بي سي في أخبارها المنوعة القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر هارودز في بريطانيا. وقالت البي بي سي إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على امرأة أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متجر شهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر. وتواجه زاميرا هاجيفا وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في أذربيجان احتمال الترحيل من بريطانيا، ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 16 عاما في بلاده بعد إدانته بالاختلاس. تعيش هاجيفا ذات 55 عاما في منزل ثمنه 15 مليون جنيه استرليني بالقرب من متجر هارودز، ويقول محاموها إنها ليست محتالة، ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها. وتواجه المرأة تهمتي اختلاس، وفي جلسة استماع طالب مدعون بضرورة عدم الإفراج عنها خشية أن تهرب، وقال الفريق القانوني الذي يدافع عنها إنها أسرفت في نفقاتها لكنها ليست محتالة ولن تفر من بريطانيا، وأنها عاشت لمدة 10 سنوات تقريبا في لندن بعد أن غادرت أذربيجان على خلفية تعرضها لعملية خطف عنيفة. في كثير من الأحيان تتحدث الصور بمئات التعبيرات التي لم تكن لتصل لولاها، بل إنها تجبرنا على الاندهاش بما فيها من جمال ومفاهيم مختلفة، وهذا ما ستلاحظونه بصور الديلي تيليغراف لهذا اليوم. نتابع. وماذا تحمل لنا رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقراتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.